بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم مستر محمود عبد الله وبركاته. وان شاء الله دلوقتي هنبدا مع بعض التكست الخاص بليسون 1 يونت 7 كونكت 5 بس قبل ما نبدا في التكست تعال نحل مع بعض الاربع جمل اللي تشوز دول اولهم The A helps us to go up نطلع to the seventh floor easily الدور السابع بسهوله هيبقى ايه طبعا؟ Elevator اللي هو المصعد 2- وي كان سي ا great فيو فروم اور بنشوف منظر رائع من ايه البالكوني 3 ماي مام usually يوزز بي اي تو بيك كيكس بتستخدم ايه تعمل بيه الكيك طبعا الاوفن اللي هو الفرن 4 وي واتش تي في ان اور ليفنج روم طبعا يلا بينا listening and reading listen read and roll Play. استمع واقرأ وتبادل الأدوار. التكست هنا عن بنت بتستقبل وبتستضيف صديقتها في شقتها الجديدة. صديقتها اسمها إيه؟ دينا. فتقول هاي دينا ويلكم تو ماي نيو أبارتمنت كم إن مرحبا بكي في شقتي الجديدة اتفضلي. ثانكس. Do you like living here؟ فبتسألها بقى بتقول لها وانتي بتحبي العيشة هنا؟ هنطلع من هنا إن لايك و بيجي بعدها بلس اي إن جي ولو قال لك بلس أي إن جي اعرف انك كمان ممكن نون يعني I like playing tennis أو I like tennis. قالت لها I love it أنا بحبها جدا. It's a great apartment ده شقة رائعة. I like this part of town انا بحب الجزء ده من المدينه او المنطقه دي من المدينه and it's much bigger than our old apartment والشقه دي اكبر بكتير من شقتنا القديمه بتسال هنا عن طول المده الزمنيه how long did you live in your old apartment فهنا دينا بتسالها بتقول لها انت عشتي قد ايه يبقى هتسال عن طول فترة زمنية بهو لونج؟ وهنا الفترة انقضت في الماضي فسألنا بالفعل بال... المساعد هنا ديد قالت لها هنا 12 years عشت 12 سنة since I was born من ساعة ما اتولدت وانا لحد ما تميت 12 سنة عايشة في الشقة دي then my parents had to و had to اضطروا had to move to وينتقل إلى move to a new job اضطر لهم ينتقلوا لوظيفة جديدة عمل جديد so we moved to a closer apartment لشقة أقرب so what's better about this new apartment أصل دي good about وإيه كويس فيه طب هنا مش كويس بس لأ في مقارنه ما بين الشقه دي والشقه القديمه فحتلاقي واتس بيتر اباوت ايه الافضل بقى في الشقه الجديدة؟ ديت؟ قالت لها come and see تعالي وشوفي. The new kitchen is bigger اكبر من الشقه المطبخ اللي في الشقه القديمه and the oven is more modern والفرن اللي موجود في المطبخ ده احدث من الفرن القديم. My mom says it's much easier to cook in. والأم هنا بتقول إن الفرن ده أكثر سهولة في الاستخدام عند إيه؟ الطهي. Very nice. And this is the living room. بتسألها هنا خلي بالكم ده سؤال فبتقول لها بس بجملة بتقول لها إيه؟ هي دي بقى غرفة المعيشة؟ قالت لها yes. As you can see زي ما أنت شايفة كده. There is more space so we can have a bigger television تلاقي في مساحة أكبر علشان كده إحنا نقدر نجيب اه أو يمكننا الحصول على أي تلفزيون أكبر look at these traditional cushions بصي للوسائد التقليدية دي they were a gift طب ليه كوك... تقليدية هنا تقليدية يعني شائعة عادية مش اللي هي الواو فراح قايل لك اهو زي وير ا جيفت كان هديه فروم من الجراند ما حاجه كده ايه قديمه يعني فايه سماها هنا ايه قال لك تراديشنال كاشنز او يس وات اباوت ذا بيد رومز وقلنا وات اباوت وهاو اباوت بيجي بعدها بلس فيرب اي ان جي او النون والنون هنا ايه ذا بيد رومز اللي هو ايه هنا احنا اتكلمنا عن الليفنج روم اتكلمنا عن الكيتشن كلميني بقى عن البيدرومز bedrooms قالت لها we have three bedrooms now عندنا دلوقتي ثلاث غرف نوم I share a room with وشير with يتشارك مع فبتتشارك في غرفه مع اختها اميره يبقى اختها اسمها اميره but our bedroom is really big بس الغرفه اللي هم بيتشاركوها كبيرة جدا and we have two bathrooms وعندنا اتنين من دورات المياه اتس لافلي شقه رائعه حاجه رائعه جميل جدا the balcony is fantastic too البلكونه كمان رائعه جدا what a great view ولما شافت المنظر من البلكونه قالت لها ايه يا له من منظر رائع what a great view يبقى هنا التكست كله عن اللي هو الهوم الخاص بالبنت ديت وبعض المعلومات عن الليفينج روم البيدروم الكيتشن تعال بقى نشوف ايه تاني نقدر نطلعه من هنا لايك ولف ان هاو بتسال عن طول المده الزمنيه اهو ما طول المده الزمنية تمام وفي عندك الصفة adjective بلس اي اور مقارنة أكبر من الصفة اهي adjective اللي هي الصفة زي بيج بيجر وراح مديلك هنا اهو في ماتش دي معناها ايه؟ زيادة كمان اللي انت تقول لي بدل ما تقول لي اكبر لا ده انت بتقول اكبر بكتير تمام؟ في عندك طبعا ويلكم تو وكم ان اتفضل بالدخول السؤال في الباست عايزك تعرف ان السؤال في الباست ديد وديد يجي بعدها انفينيتيف بعد السبجكت طبعا يبقى ديد يو ليف تمام؟ وسنس اي ووز بورن جملة او عبارة حلوة تفيدك بعد كده اهو Since I was born منذ ان ولدت تمام و move to تعرف ان move to ينتقل الى شقة مدينة وكان هنا Moving to a new job تمام وفي قلنا جود about الشيء الجيد بخصوص وقال لك هنا في المقارنه ما بين الشقه الجديده والشقه دي القديمه راح قال لك ايه بيتر اباوت يعني قولي لي بقى ايه الافضل في الشقه دي عن الايه الشقه اللي فاتت يبقى هنا جود اللي هو جيد بخصوص وهنا الافضل بخصوص فيما يتعلق به. طيب سبيس <applause> اللي هو المساحه تمام تراديشنال بالحق التراديشنال كلمه تراديشنال دي عشان تبقى عارفها دي يعني تقليدي. تقليدي يعني ايه؟ حاجه عاديه شائعه أو عادي شائع منتشر يعني تمام اه وفي عندنا what about how about what how قلنا بيجي بعدها بلس verb اي ان او النون وماذا عن تمام lovely ذا بالكن از fantastic وعايز الجمله دي برضو تفرق معانا احنا قلناها في الكلمات اللي هي المقدمه بتاعه الايه دي اسمها جمله تعجبيه اللي هي وات ا جريد فيو يا له من منظر رائع بتبدا بكويستشن وورد وبعد كده ادجكتف صفه اهي اجريد دي ادجكتف وفيو ده نون دي اسمها جمله تعجبيه وبكده نكون وصلنا لنهايه التكست الخاص بليسون 1 اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته